صباح الخير يا تالت، اليوم سوف نبدأ بدرس العلوم وهو درس الأسماك. درس الأسماك. قبل أن نبدأ بالدرس وشرحه، سوف أقرأ لكم القصة الموجودة في الكتاب صفحة 56. أعيش في الماء، ولي ألوان جميلة وأشكال متنوعة وحجوم مختلفة. يربيني الناس في أحواض تزين منازلهم، فمن أنا وبما أتصف؟ مين برأيكم يا تاني الناس اللي بتحطهم في بيتهم في أحواض جميلة بتزين البيت أو منظر البيت، بتجيب وإلهم الألوان كتير حلوة؟ اللي هم السمك. مين هم السمك؟ إذا نيجي يا تاني نشوف شو هم خصائص السمك. خصائص السمك يا تاني، أوكي، نيجي نكتب هون من خصائص الأسماك. أول خاصية من خصائص الأسماك إنه جسمها مغطى بالقشور. جسمها بإيش مغطى؟ بالقشور. أول إشي يغطي جسمها القشور. ثاني إشي بإيش تتكاثر السمك؟ السمك تتكاثر بالبيض. بإيش تتكاثر السمك؟ بالبيض. طيب هسا بدنا نحكي عن أجزاء السمك، عن أجزائها. أول إشي إلها زعانف. إيش إلها؟ خلنا نكتب هون أجزاء أول إشي إنه إيش إلها؟ إلها قلنا زعانف. لها زعانف. طب مين بحكي، مين بعرف إنه الزعانف لإيش تفيد السمكة؟ لإيش بتفيدها السمك الزعانف؟ حتى إيش تساعدها؟ حتى تساعدها على إيش؟ على السباحة. لها زعانف. اثنين، لها ذيل. هل برأيكم إنه ذيل كمان بيساعدها على السباحة؟ طلعوا معي، طلع. هذا هو الذيل تاع السمكة اللي هو بيجي آخر السمكة، هو هذا هو الذيل. والزعانف هاي هم يتاني، طلعوا هاي هم. إذا أنت عندك سمكة بالبيت لاحظ كيف بتتحرك بواسطة هذا، هيك بصير يروح يجي، وبواسطة الزعانف، بواسطة الذيل والزعانف. انت انتبه لحركة الزعانف والذيل انهم مع بعض بتحركوا، انهم مع بعض ايش بتحركوا. اذا الذيل والزعانف بيساعدوا السمكة على ايش؟ يساعد الاسماك على ايش؟ يساعدها على السباحة. هلا بحاول أفرجيكم كيف. ثلاثة، إيش كمان إلها؟ قلنا إيش بغطي جسمها إحنا؟ القشور، ماشي. شو إلها كمان؟ إلها خياشيم. إلها شو؟ خياشيم. هلا إحنا الإنسان من وين نتنفس إحنا؟ من وين؟ من منخارنا. طب هلا الأسماك من وين بدها تتنفس؟ من وين بدها تتنفس؟ من الخياشيم. إذا الخياشيم تساعدها على إيش؟ على التنفس. تساعدها على التنفس. إذا
من خصائص الأسماك أول خاصية إنه يغطي جسمها القشور. ماشي، أول إشي بغطي جسمها القشور. ثاني إشي إنها تتكاثر بالبيض. تتكاثر بماذا؟ تتكاثر بالبيض. نجي هسه لأجزاء السمكة. أجزاء السمكة أول إشي إنه إلها زعانف. الزعانف قلنا بيجوا على بالنص عند السمك هيهم، وإلها ذيل. ذيل بيجي في نهاية السمكة. الذيل والزعانف بيساعدوا السمكة إنها إيش؟ إنها تسبح. تساعدها على إيش؟ على السباحة. طيب الجزء الثالث من الأسماك إنها إيش بتساعدها؟ الجزء الثالث من الأسماك هو الخياشيم، ويساعدها على التنفس. يساعدها على ماذا؟ يساعدها على التنفس. خلنا أشوف لكم فيديو عن الأسماك كيف تتحرك. إذن خلنا نرجع إحنا مع بعض نراجع خصائص الأسماك عبين ما أطل لكم الفيديو. خصائص الأسماك يا تالت إنه هو أول إشي يغطي جسمها القشور. يغطي جسمها القشور. تاني إشي إنها تتكاثر بماذا؟ تتكاثر البيض. طلع البيض وين بتحطه يا تاني؟ البيض تضع البيض هنا. هاي البيض تاعت الأسماك تكون شمالها صغيرة. شمالها بتكون صغيرة، وبتكون هي ما بتقدر السمكة تحط البيوض تاعتها بأي مكان. بتحط البيوض تاعتها بين الأحجار، بين المرجان، بين الأعشاب، حتى إنه إيش ما حدا يشوفهم. هاي طلع الفيديو. ثواني، طلعوا السمكة كيف بتحرك الذيل تاعها مع الزعانف. طلعوا من هون بتتنفس هي، اللي هم هدول هم الخياشيم. هاي الذيل وهاي الزعانف. قلنا انه الذيل والزعانف هم بيساعدوا السمكة انها على السباحة. وخليها ترجع. ثواني خلنا نرجع بس شوي لورا عشان افرجيكم. اوكي طلعوا كيف بتحرك الذيل تاعها. خلنا نوقف الفيديو هنا. هاي الزعانف تاعونها. هاي اسفه الخياشيم. هذول الزعانف. هاي الزعانف. هاي الذيل. هاي الخياشيم. الخياشيم هون هي انها ايش تقدر تتنفس عن طريقه. اذا يا ثاني خصائص الأسماك هي إنه إيش؟ أول إشي جسمها مغطى بالقشور، تتكاثر بالبيض، لها زعانف وذيل مساعدة على السباحة، وتتنفس بواسطة الخياشيم. يعطيكم العافية.